شادي كرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. عقد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة جلسة مباحثات بقصر خادم الحرمين الشريفين عصر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض. جرى فيها بحث العديد من القضايا في مقدمتها العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها. وقد أطلع فخامة الأخ الرئيس أخاه خادم الحرمين الشريفين على آخر المستجدات والتطورات السياسية في الساحة اليمنية في ضوء قرار رئيس الجمهورية الأخير والمتعلق بتفويض نائب الرئيس الصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع أطراف العمل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية والاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة والتوقيع عليها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إطار الانتقال السلمي للسلطة بموجب الدستور. وقد جدد فخامة الأخ رئيس الجمهورية الشكر والتقدير الكبيرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين على مواقفه الأخوية الصادقة ومتابعته المستمرة لصحة فخامته وعلى الرعاية والاهتمام البالغين اللذين حظي بهما فخامته وكبار قادة الدولة وكل المصابين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات المملكة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه هنأ خادم الحرمين الشريفين أخاه فخامة الأخ الرئيس على سلامته وتحسن صحته وتماثله للشفاء بعد أن قضى فخامته أكثر من 3 أشهر لتلقي العلاج مع كبار مرافقيه.